Frage um lieberen du immer. دي زوما سمين و صافي كيعرفو في السكرة كيشربو صافي مكيبقاش طاقو طاقو زو على الدراري قبل ما نمشيو تيك توك شحال الساعة هو قال لي اخوتي بقى لي 6 دقايق و نمشي تيك توك تيك توك راه فيه تخرشيش تيك توك راه فيه فيه الفلوس انا محسن انا محسن عرفتي علاش محسن محسن حنجة خويا انا باغي نضرب كوبي رايت دوك خوتنا اللي كيلوحو فيديوهات ديالي في يوتيوب هادوك اللايفات اللي كيتلاحو في يوتيوب وشحال من دريه وليت كنتعرف عليها كتمشي كطابي سميتي في يوتيوب كنطلع عليها كنخسر في الهضره ديك الساعه محسن ياك علاش ما نضربش امهم نطيعهم نطيرهم بالكوبي رايت انا علاش ما نطيرش اخويا اللايفات اخويا اللي الوالده وليت كتشد تدخل تتقلب عليهم انا كنخسر الهضره هذاك نطير اخويا انا نطيرهم سانتو الدراري اللي سبوس وحدة خدامة في خبازة ديك النار تعرف عليها طابت سميتي في يوتيوب وهي تلقاني خاصة الهضرة بلوكيتني بنادم يجي يتفرج تفرج شوف انا ما كنحشومها باش تزيد تسكريني وانت تعطي لصحابك ما مش راجل هادي زيزو فينا هو الدراري لا انا ما كاين زيزو الدراري راه بالي يمشي ناس بالي يضرب في السقف بقى يشرب بالي طلعت ليت لا دريوش دريوش وتشوف على الناس ديال قبيله اللي كانوا كيقولوا لي مشي راجل مشيتي لتيك توك تيك توك مالكم اصح كما بقاو نديروا حنا اللايفات هنا فابور نمشيو حتى حنا ندبروا على راسنا وكاينين الخليجيين تما نتوما تشوفوا ناس جداد وتعرفوا على ناس تبقاو معصورين هنا في هاد الانستغرام ولا دبرتي فيه على راسك تيك توك تقدر تلقى مع شي خليجي تما وبيناتك تو ياسين انا تجي تفرج فيه ودعمني وسير عيش حياتك طلع لي فكر التخت انا طلع لي انا خاصني نبدا ندخل فلوس راه اخر 30 الف اللي كانت بقات عندي خسرت اقول درت البارصه تربحت عاد لجوج جوج 2-2 ولا معت واحد لواحد المهم ما خداماش ليا شي واخويا ندبروا الكراته احنا ما كنبغيش نقول هاد الهضره ولكن الحمد لله تيك توك فيه الفلوس انت انا وصاحبي اللي دايرين المشروع حنا قلنا باش ولاد الشعب تما يتعلموا عندك اخويا شي تليفون سير دير تيك توك وسير دير لايف تما والله حتى كاين الفلوس اقسم بالله ولاد بلادي سيروا عيشوا صاحبي انا دابا بلاتي ما عرفتش بلاتي خويا نوفل شوف لا كان ممنوع عليا نقول الصالير شديت انت خوتنا ما نخبيش عليهم لا كان ممنوع عليا صيفط لي ميساج في واتساب خنصمك عليهم لا تعطيني لوطيرازاسيون دابا نقول لهم باش هما يفهموا باش المغاربه ما يبقاوش داخلين يعرفوا واش كاين طلق لايف تويت خويا تويت فينا هو الجهد ديالو تويت على شحال خاصك ديال الفلوس راه بي سي خاصك 3 مليون فيه البولات زرقين بحال هاد دخلت الدراري 50 الف يلاه هلا طردكو كيلقى ليها طردكو كيلقى ليها يلا 50 الف يدخل درت لايف في ساعة 50 الف شايفور ديال الطاكسي راه كيضرب عليها 23 كولوميط عارف يلا كيدخلها في 3 ايام في مدينة جديدة هو غادي جاي يطلع مع هذا سكران يطلع مع هذا مليونير يطلع مع هادي عندها طرف قداش هذا غادي كيبوس في وحده اللور هو كيشوف فيه من الجيجة اخ انا مخي مخدمة مخي انا غنولي نخدم معاه مخي عندي لي بحال اليكس فيركيسون لايف مطلوق هنايا مدرب ندير كنحسب ونخليهم وما يغوتوا والله حتى 50 الف وي جاكي باتش عاوتاني المهم اللي قالت شي حاجه راه فلوس كاين غنحيد منهم بعدا 45% عن ولاد بلادي اللي خاصها شي حاجه وداك شي بيني وبينه اللي خاصها شي حاجه يدوز عندي بريفي اللي خاصها شي حاجه الدراري يدوز عندي بريفي والله حتى نتعاون معاه يعطيني هاد الضو ديال يعطيني الكره ديال الضو يعطيني مثلا شي بروف شي عكاز شي وراق بانه فيه الكبده فهمتي يعطيني باش نتعاون معاه انا ولاد الشعب لي زيات كيبينوا لي بحال ام بي وانص اي واحد كيدير لي زيات ماشي راجل
دوز بريفي صافي اللي باغي يصيفط لي شي حاجه يدوز بريفي. نتوما صاحبوني قلت لكم زعما دوزو بريفي انا صيفط لكم بسطين وماك باش انا نمشي نخدم في تيك توك ونجي نصيفط لكم. اللي عنده فلوس شيطه عليه ولا عنده كذا يجي يصيفط لي واحد 500 درهم شارجي هو انا اكسبيت والله من ناكل به حاجه الله يعطيني كسيده. خوات دابا بقات فيها واحد 514 درهم غنجبدها غدا ان شاء الله غنشري بها مخده ديال 8000 مابقاش كيديني النعاس هذيك المخده هي اللي غتولي تخليني النعاس. طوطو صبك في اللايف البارح طه واش طوطو خو فحصي شفت هذاك بها مولا قبيله شو سبني وبقى فيا الحال راه بقى فيا الحال خصوش يسبني اصاحبي علاش سبني شي حاجه هذي يكون حاقد غيكون حاقد ولا غيكون شي بلان غيكون ما عنده حتى الكونيكسو بعدا ما منين طالع بعدا طالع من السوق ولا ما عرفتش الكونيكسو ما عنده سبنا حنا سير الله يسهلك سير ها والله شاعرني بالله قال لي علاش مطلع هاد حاشاكم الله يرحم الوالدي طوطو سبني حلفو حتى طوطو سبني قول اقسم بالله حتى طوطو سبني وانا مزيان هادي صاحبوني غنكعق لا سبني طوطو وانا مزيان نيت باش نحد معاه نيت بلا ما يجي يتلحس عليا شي نار نشم عرقوتي انا ما فيا ما يشم بني ناري الوالد داك صاحبي ما فيا خويا انا اللي تعرف على بنادم انا نتعرف على ناس نقيين واش انا بغيت نشم العرق ونشم الخرف في السوديوات ونخرج للدرب ونتعاشر مع اللي كان واش انا غنبدا انا كبيرسونيل المورفين كيصوني المورفين كيصوني والله الا المورفين بالله. الو السلام عليكم فين بخير مرحبا وقال بحال البارح بحال البارح وايكم لا محال ان شاء الله ان شاء الله المورفين سولني على واحد الماتش ديال الدوري الارجنتيني الدوزيام سيري قلت لي راه بحال البارح زعما اكس ترى واعر مخ والله الا المورفين اقسم والله ما بغيتش نبقى نحلف ولكن هذا والله خويا تي المورفين مهدي صوني ليه كملوا الدراري حق يلا التيك توك يلا انا تشيك توك ولا طاقي ولي لك زيزو فلوك على سكرين اليوم نخلقو معه مبقاش عندي تشارير فون اكس بيت يا ربك فقط والله لا مبقاش عندي تشارير لا تشوف كانت عندي المرة الاولى شارجيت باش انتوما تفهموني دابا انتوما كتفهمو كلشي كانت عندي 74000 ريال شارجيت فون اكس بيت مشيت وصلت ل 7000 درهم ونعود نخسر اليوم رصاصة الرحمة اليوم بقى عندي تالي البارسا لعبتها أصالت هادشي علاش خرجت نواجه المجتمع في تيك توك أنا والله ما الخاطر أنا الدراري غادي في تيك توك غادي وكنبكي الله لي عين حيت عارف ديك البلاصة حرام ولكن أنا ما عنديش فهمتي ما واش نمشي نجريسي شي نهار ندير الفلوس لا باقي نشوني في تيك توك قولوا لي أنا ماشي راجل أقسم بالله لا لا قولوا لي أنا ماشي راجل أنا والله ما عندي الله لي عين وجعتني صابح متمن وحازق نص ديال هاتها نص ديال المغرب شنو خرج لي راه التمن والحزق جعتني هي متمن حازق هادشي اللي نعستي فلوس اصاحبي فلوس وان اكس بيت كلاسكا ديري ونبدا نقمر ونلعب حتى انا مبلي انا كنبغي نضحك السكرينات والطار كيشوفوا في يوتيوب. المهم ما خبيتش عليكم قلت لكم مشيت درت لايف ساعه راه طوطو ديك النهار طلع في السنغال طلع لواحد الشوف في السنغال 4 سوايع هو طالع مني هبط قالوا لي يلا سير ما تخلصش لوطيل خلصوا لي لوطيل يومين ترى الفلوس اصاحبي الفلوس راه ماشي تشوف بنادم كيتصور ترى كلهم كيعيقوا بالرويد ديال لوكازيو
طاني التراك ديال فراتيلو باش باش سجلو راه سجلوه بهداك لي داز في بودكاست ديال سويل هداك لي هو شاف وجهو اللون اللون راه لابس قاشر متقوبين وراه وادي ولا البومب من غير ما يقولبوكمش اصاحبي يقولبوكمش اصاحبي مرة مرة كنخرج نبغي ندوي معاكم كنلقاكم ديجو تفهمو مني كنجي كنلقى باقي الكلاخ وباقي ستوريات فيسبوك باقي عامرين بالتراكات ديال الحر باقي السبعاتون لابسين تونيت ميلانو وباقي تعيش على كرك اصاحبي تما تكون فان ديال تا واحد انا نبغيكم تكونوا احسن مني سير انت دير شي حاجة سير نتا ما تبقاش متبع متبع كتفرج في مسلسل كون نتا مول المسلسل ما تكونش غير متبع واو وعلى نيفو كندوي فيه لا ما عرفتش كنريس كنقود لا ما عرفتش اش كنقول والله كنخربق ولا كنخربق اصلا طلع لي الزيت الراس طاقوا لي الدراري برمودا بغى يولي مخاصمني مع كجمع صافي كجمع صحاي بغى يولي مخاصمني معاه واش هما صحاب هما النص في الراب المغربي النص في الراب المغربي كينعسون صاحبي في الصالون ديال دارهم ما عندهم حتى بيت يجيو غيبداو لي يبداو يخرجوا في عينيهم علينا ويولي يسب فيا تسبنيش بيني وبين يسبني انا واحد عمرو ما حنا ركابيه عند شي عالم لما كنتيش فاهم بزاف الحوايج بلا ما تدخل تراب الرواب اللي ناجحين دابا في العالم ماشي في المغرب الرواب اللي ناجحين كيغني لك باش كيحس مني كيقول لك الضبابه في دماغي راه الضبابه في دماغه كتوصلك بحال بونس فلو علاش هو كيعجبني حيت هو كيغني باش كيحس مره مره شي مرات كيغني البنج ساني زاب غادي واخد السكن الاقتصادي في الخرجه ديال الليسيس حليوة هو كيعجبني انا ماشي كنتلحس هنا راه ربما ما لا ولكن كنقول لكم باش تفهموا الفيلم حليوة هو واعر علاش كانت كيغني باش كيحس قال لي كيغني باش كيحس دغيا كيوصل تو هذا الدراري ما مصايفط من هذا هذاك زيزو الدراري واش مشى ينعس الله يحفظك الله يحفظك شوف راه دازو قبل مني بزاف دازو قبل مني بزاف وكانوا كيقولوا هاد الهضره ومشاو فهمتي كاين شي حوايج خاصهم يتبدلوا علاش الراب المغربي عمر شي رابور مغربي ما مات اذا ما راب ما والو هذا ماني موروك تقول لي طيح شي بطانه تاع عمك دبانه عمرك ما قتلتها ما طاقي ولي الحاقد عنده مع هاد المواضيع مع هو حاقد وغيزيد يشعل طاقي ولي الدراري طاقي ولي الحاقد انا بهاد المواضيع عزيز عليا انا الكريتيك انا فهمتي كاين كريتيكي حليوه فاليدي باغ الياس هو حليوه واعر حليوه واعر شوف ملي كنقول لك شي واحد واعر واعر شي حليوه شنو خارج عليه خارج عليه الاكتئاب فيه الاكتئاب ديال الدراري الصغار هذوك الموحدين هذوك التوحد خارج عليه الاكتئاب بزاف نكحوا الاكتئاب نقول لك شكون ما كانش الاكتئاب حليوه تشوفوا شي ليل بومب ولا تشوفوا شي سعيد باي ولا تشوفوا شي حاجه لي واو شي رابور واعر عند حليوه عنده كاريزما ديال رابور بروش داك التبرهيج ديال 69 فيه في حليوه ما فيش بزاف داك البلان يعني حنا ولاد الدومين ولاد كيلتيرا صاحبي ما باغينش ندويو في هادشي طوطو راه غينشف لي لسانو غيحبس راه بزاف دازو قبلو لسانو باقي فيه الماء باقي كيلحس ملي غينشف اللسان غيبرك او كاين شي رواب مغاربه اللي الا قطعوا لا دروغ ما يقدروش يعطيو النيفو كاين بزاف كيمثل عليكم بانه داير لا دروغ وهو راه قطعوا راه فيه منو ضرب السماء صافي وصل لواحد النيفو ما بقى باغي والو كيدير براسو كيستعمل لا دروغ باش يعجبكم ما كيديروش حبسوا حنت صمكم لا دروغ تخشينا وصل لا دروغ اصاحبي هربنا وسط كاميو صاحبي ديال الزبل روينا فهمتي و بقينا باغي نوار الى كنشوفوكم وساكتي حليوة انا كنشوف واعر حليوة كنشوف رقم واحد في الراب المغربي الله يعطيني شي كثيرة ماشي كان ما انا عمري ما دويت معاه ولكن هذا واقع هادشي لي فان ديال حليوة اليوم هادشي غيباتو كيتقلبوا وسط
ديب ديب ما ما عرفتش هكا ما عرفتش دي زيد روس في الكتئاب تاعو دون بيغا هاكا الراب مغربي البيغا هاكا الراب مغربي مشي صافي جا داير فلو شحال هادي طرا عندو فيلا دابا وعندو كلب ديال ميسي مبقاش باغي يرابي داير الفلوس اللونة هبيلة الدراهم مبقاوش تقولو ليا اللونة صح هبيلة صاحبي هداك وخا هو كيشوف راسو بأنه شي حاجة و فهمتي فيه تا هو شوية مريض ولكن ماشي رابي هداك عند كاع الرابور اللي كيبقى ينفخ هادو قدام قدام المايكون صاحبي رابي كيمتا بحال دابا واحد الدري واحد الدري ود اسفي الميت هذاك هو صوته غليظ هو هكاك داكشي علاش طابني فهمتي حيت ماشي تصنعش هو صوته غليظ هو كيخرج لك داك المزيكا ماشي كيوقف اللور راه كيوقف وكيبقى يدوب دوب 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 وكيبقى كاع كيبح الراب صاحبي باغيك تبصح بحال التمثيل بحال البسطاوي الله يرحمه البسطاوي ما كانش كيمثل علاش تشهر البسطاوي كان كيبصح كيمثل كانه هو عادي مول المايك اخويا راه كيسجل بكاسك ديال سيبر 70 70 ما يقدرش يرابي ودير ديك اللعيبه ديال راه ما باغيش الرابي هو راه ما يقدرش الراب الراب كما كنقول لكم ما تدويش على الراب وانت ساكن في السكن الاقتصادي الراب ما بغيكش تكون هاز كريدي والراب بغيك تكون غينغستر بحال هذاك بروفيت الزعيم هذاك كيعجبني هذاك عايش 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 الجيم فهمتي عايش ترى شي راب انا راه داخل كنفهمهم كلهم كنفهمهم اللي ما فهمتوش راه مشكل فيه باغي نشوف الراب المغربي فيه تراكات داربين مليار الدراري فهمتي باغي نشوف انسترومونتال واعر انسترومونتال ديال عندك الانسترومونتال والميكس باغي نشوف ميكس ديال مطلق شي تراك ديال شي رابور مغربي الفوليوم 100% في شي داسي هو مبداش نسمع ميكس باغي نسمع داكشي بحال اللي طالق اكس اكس تراديزيون ولا طالق مثلا فرنش مونتانا باغي نسمع الصوت صافي باغيش الميكس ديال الدي ودي وديال العريسات انا باغي الراب حيت بامكان الدراري يعطيونا الراب لانكوني بامكانه باش يوصل لنا الراب العالمية حليوة بإمكانه فهمتي مورفين بإمكانه بوز بإمكانه ولكن حنا الدراري عندنا باغيين شي يخرجوا من واحد القوقعة ديال العلاقات حنا كنشوفو دابا طوطو أنا نعطيكم أنا ديما كنبقى ندور نعطيكم طوطو حيت طوطو هو الوحيد اللي يقدر يخرج من ديك القوقعة اللي داخلين فيها بزاف د الرواب مشى واجه رواب أخرين في دكار مشى كيتخابط معاهم الراب المغربي خاصو يولي هكا يدير شو يطلع فلوس كاين غير حنا الراب ميسر غادي مزيان في الراب غادي ندوي معاكم في الحياه وكيفاش كنشوف الحياه ولكن نخفشكم اصاحبي شو اليوم انتحرين ولا فهمتي والله الا بغيت ندوي معاكم في هادشي ديال الحياه ما الحوايج اللي دير والحوايج اللي ما ديرش انا كاين فيها الريسك فيها الريسك فهمتي كاين فيها واحد الريسك كبير نفهمكم بزاف الحوايج ولكن كاين الريسك نقدر انا شي احسن طبيب نفساني في المغرب احسن طبيب نفساني اللي كيقول لك انا كاين تقدروا ديروا معايا جلسه انا وياه في 24 دقيقه لا ما خرجتش من لوبيطال عنده ويتبعني هو من شحر من الشرجم انا ماشي ايديس والله تندخل قادر ندخل طبيب الالماني ندخله في دوي مدير اكتئاب نبدا ندوي معاه انا المره انا كنكتئب صرا يربطوك حتايا ونبدا داوي نتحر نبدا نقول لك كيفاش كنشوف الحياه شو الدنيا وحنا علاش هنا ولكن انا كنبغي نيفيتي كنحضر راسي ونوقف انا حاضر راسي واقف ومخليكم الدنيا لغزه صح الدنيا لغز عرفتي هاد الحياة باش شبهتها بحبس الحبس اللي في مكناس
حبس الناقة ولا ما عاد شنو سميتو. ترى اللي كيعرف الحبس ديال المكنيز يقول لي شنو بلا شي. هو انا عندي حق تليفون اخر شريته من تيك توك شريته. سجن اخطر سجن في العالم. الله يعطيني العيادة يا منى. هات شو نسيت خطي ولا خيب بلا شي. اخطر حبس سجن سجن في المغرب بلاتي القارة. سجن القارة عند الحياة انا وصفتها بسجن القارة. هاد سجن القارة واخا يطلقوك ما غتعرفش تهرب منه. هاد سجن القارة فيه 27 باب حتى واحد في دوك البيبان ما كيخرج. الماكلة كيهبطوا ليهم من التحت كتدخل عليهم شوية الشمس. راك هاك الحياة. حنا الحياة راه داخلة علينا فيها شوية الشمس. عند كاين واحد الحياة أخرى بعد الحياة. كون كنت أنا مسوقرة والله تمشي لها. تاني بحياة ما والو. أما مسوقرة خايف نتقاول فتي خايف تمشي ويقول لك تاتشي كاين ما كاينش صافي بقيتي وك. فهمت الدراري والله جندخلكم فشي اكتئاب خايف أخليكم بعد تمشي بحال هكا دابا ملي تموت غايقولوا لك تاتشي اللي كتقول راه ما كاينش التفاح واش حتى دابا صافي غتبقى هكا وكتبقى تقنات تجي من وراك حتى غتنسى. ولكن الله عز وجل شوف انا نعطيكم واحد المثال. سيدنا ابراهيم رضي الله عنه كنت باغي ندير هذا الكونسيبت من الربح الفلوس ومن الربح الاخره كما داير ذاك رضوان هذاك اللحيه كيضحك ربح الفلوس وغيمشي ليه ربح الاخره كيضحك بالدين وكيبيع الدين. سمعوا سيدنا ابراهيم كان مات عمو مات ليه العم ديالو ويبقى فيه قال دابا العم ديالي ما كانش مزيان العم ديالي كان خيب غيمشي جهنم ويمشي عند الله عز وجل اللي راه كاين في القران وي زعما ساشر هو يقول انا خايف على عمي من عذاب القبر. الله عز وجل هو ينزل واحد الحديث هو يقول يا ابراهيم انا في الحياه وشو واش كيديروا وكنلطف بهم فما بالك بالاخره. الله غفور رحيم واخا من هذا الدين اللي درتي غيجي واحد الوقت ان شاء الله وعلي غيسمح لك. واش فهمتوا الفيلم قال لي انا في الحياه وشو واش كيديروا وانا لاطف بهم اما بالك في الاخره زعما راه ثاني غنلطف عليهم. ما فهمتش واش فهمتوا الميساج ولا فهمتوا واش فهمتوا ديال مفهوم الدراري. انا فهمت سمعت واحد اللحيه وقفت ناخذ واحد الروطال سمعت واحد اللحيه قال لواحد الدري ما عرفتش واش شديتها مزيان ولا ما شديتهاش مزيان. تراني على تيك توك على تيك توك على تيك توك فيه الفلوس وفيه اللوان وفيه الفلوس اخويا 50000 دبرت ليه علاش القمر انت دابا تيك توك جابوا لي الله علاش بقى القمر بقى القمر الاول كاين تيك توك كاين قمر فقس راسك هذا هنا والله ما نمشي تيك توك ونبقى نتهبل عليه ومن هبيل نشرب البيض ندير على وجهي الحمري فلوس داخل عرفتو الانسان فاش يكون كيدير شي لهدروك و ديك لهدروك بحال اللي كتخلخلو عندي بزاف كنشوفو من طراني من الله مني كتخلخلو كيولي بغي يدير اي حاجه. انا غنبسط عليكم كيقدر يمشي يتزوج كيقدر كيمشي كيولي يدير راب كيولي باغي يدير اي حاجه باش يبيه راسو راه باقي ما هبلش راه باقي بعض هادشي اللي طرا اللول وطرا طرا بزاف. كاين دراري غيفهموا هاد الهيته خصوصا اللي شايف شي تجربه قدامو اللي شايف شي تجربه قدامو وقعت ليه البلان غادي يفهم. كاين اللي ما عندوش جمهور ولين راسو راه عنده جمهور تدخل ليه التراكات وغتبقى تشوف هذاك اللعيبه ديال انا من الامارات انا نايضه ليا ولسي صفطوابقي فعلوا الجراس وتفاعلوا باش
انا يا مسكينه ميت لي الراجل النص في الروابط والله ما عندهم جمعه. خويا ايمن سير تلعب من البسالاس سير. عرفت ندير امك كميرتك انا من الكوموطي عرفت لك كميرتك راك وجه جديده سير ولا غنجي ندغم انا امك توجك كيد الكلب. شوفوني في الزنقة تحياتي الناس جديدة أحسن مدينة في العالم ومدينة جديدة هو السكان الأول والمغرب وما دكالة دكالة ومو السكان الأول المغربون ومن الأول اللي جاو حن دكالة وما اللي خرجوا الدجاج بيض ما كانش الدجاج بيض كان هذاك الليمون دكالة وما اللي داروا الدجاج البيض سبغوه الله جاو دكالة ومو السكان الأول شلوح قال لي شلوح شنو سكال سلوحة سلوحة كان مسكال المغرب أول هما دابا زادو تما وبقاو تما ويصاحبو راسهم هما ترا كانوا ناس خرى هانتوما مع جيعانين مكنتوش كتسافرو للعيون وكتسافرو تا راه كانوا الناس سم كانوا نتوما بقيتو معزولين في الأمازيغ نتوما تنوضو نتوما تقولو حنا اللوني ترا دوك كانوا ولاد الخير والرفيسة والقصرية ديال نعطيكم واحد اللغز وغنمشي لتيك توك ما هي لفعة ما هي حناش ما هي نفعة كنا ناخذوا من النفعة جوج اللي خرجوا هاد اللغز انتحروا من وراه بسيمانة جوج اللي خرجوا هاد اللغز اللي قلت لكم نزيدكم واحد اخر شيب شيب غبر حتى غبر وجا خطى الزريب الله الله سير قولوا لي الدراري الاولى المعادلة الاولى كيف اللي غنوض نشعل البلاي ندخل وسط اللعابة نلعب مانشستر سيتي غنلعب ماتش نلعب بعد شامبيونز ليغ نجيب لها ساديو ماني ونسعى عليا الله يبارك دخلنا 50,000 البارح الله يجعل البركة يلا الدراري اللغز الأول ما هي حنش ما هي لفعة وكناخدو منا النفعة اسمعني دابا راه لازلت لكم واحد اللعيبة غتعرفوها انت اصلا هي غامض هاد اللغز هذا غامض نقدر نعطيك غير شي حرف تقدر تجبدها انا نقول لكم الدراري شنو ما هي حنش ما هي لفعه كناخذوا منها النفعه هي النحله كتقرصك وهي راه ما حنش ما لفعه والنفعه هو داك العسل اللي فيها مزيان الدراري وغبرتي غبر وجا غطى الشيب غبرتي غبر وجا جا غطى الزريب هو التلج الشيب هو شيب بيض وبقى غابر ومني كيجي كيغطي الزريب بالبيوضية ما عندي بزاف نسيت عليهم كل مرة غنجبد لكم جوج إلا كنت مخشي يا صاحبي دابا الحمد لله خرجت نواجه المجتمع بعيوبه بأي حاجة نتواجه معه ام بي وان الدراري مشى لتيك توك ما خلاوش يدخل عندك يبدا يكذب عليكم شوف غنوضح آخر حاجة وغنمشي نمشي دابا لتيك توك راه دابا رانا هادو بزاف دايرين لايفات اش كيقولوا كيقولوا إلياس تيقولوا إلياس مشى لتيك توك كذا مبقاش كي كان دراري تيك توك بزاف من هادوك اللي كيقولوا هاد الهضره ما خلاوهمش انترونسيس مشى قالوا لي تشمكير عندك صوابيق ما خلاوش يدخل ام بي 1 مشى ما خلاوش يدخل شونجي لافير شمكير هذاك كيشفر ما خلاوش يدخل راه كيكذبوا راه كيكذبوا راه حتى مشاو تما ومني ما خلاهمش يدخلوا على الجواب وكيقولوا لي انا مشيت اخويا ما ندبر على راسي وندبرت على الدراري اللي خاصها شي حاجه ولا اللي بغى شي حاجه راه غادي غنتهلا فيه ومني توقف عليا انا نهار تخصك شي حاجه توقف عليا ونقول لك لا انا ماشي راجل بعتي الماتش عاد نوليو دايرين شي قالوا الدراري يلا تيك توك هذا بنادم بغى يبقى يكومونتي غيبقى يقول لك الهضره اللي كدير طيح المعنويات راه حيت كاين شي حاقدين راه ماشي كاع الناس بحالك كي راه ماشي كاع الناس بحالك راه حتى ربما كتقول واش هذا الزمان باقي وكاين اللي حاقول
كاين اللي يوكلك اصاحبي الزغف ديال طوابق ام بي 1، كاين اللي يهبلك، كاين شي وحدين اللي يشوفك هكا تصور فلوس ما يحملكش. نمشيو تشيك توك طلعوا